أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من مارب بريس، منظمة أممية تطلب السماح بزيارة سقطرى وتقييم الأضرار التي حلت بها. صحيفة فرنسية، المتمردون الحوثيون نقلوا خرسانات إسمنتية من صنعاء إلى الحديدة. مسؤولة دولية عقب زيارتها لليمن تقول: رأيت ما يمكن أن تفعله ثلاث سنوات من الحرب. ومن البيان: القبض على عصابة في نيجيريا خطفت والد أحد لاعبي المنتخب المشارك بكأس العالم. أهلا بكم. يعود الاهتمام بجزيرة سقطرى تدريجيا، حيث تحدث اجتماع دولي مهم عن المخاطر التي تواجه الجزيرة. وعنوان موقع مارب بريس: سقطرى وأزمتها تعود للواجهة وتدخل دولي جديد من الجانب العالمي للأرخبيل. قال الموقع إن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN دعا إلى المحافظة على موقع التراث العالمي في أرخبيل سقطرى باليمن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، والتي يعقد برئاسة واستضافة مملكة البحرين في قرية اليونسكو في المنامة. وحثت لجنة التراث العالمي في بيان صحفي بناء على توصية الاتحاد الجهات المعنية في اليمن إلى وقف الأنشطة التي قد تؤثر سلبا على الحياة البرية والمناظر الطبيعية الفريدة التي يتمتع بها أرخبيل سقطرى. كما طلبت اللجنة من اليمن المساعدة في تسيير بعثة مشتركة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومنظمة اليونسكو لتقييم الأثار الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية، والتي من بينها أنشطة الصيد غير المستدام وإدخال أنواع أسماك غير أصيلة على الجزيرة. وقالت اللجنة إن هذه الأنشطة قد تؤثر على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، مشيرة إلى أنه في حال حصل ذلك فإن الموقع قد يدخل قائمة التراث العالمي المعرض للخطر العام المقبل. وقال مستشار التراث العالمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بيتر شادي أن أرخبيل سقطرى يواجه قائمة طويلة من التحديات التي تهدد طبيعته الأصيلة والأنواع الإحيائية المتميزة في الموقع، فضلا عن تأثر حياة المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها. عن الفرق بين نبل العمل التعاوني وقبح السياسة، كتب أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء حمود العودي مقالا جاء في فقراته. الشعب اليمني بعد الثورة المباركة سبتمبر وأكتوبر وفي أشد مراحل تخلف وحرمان الناس من أبسط مقومات الحياة جراء إرث الإمامة الكهنوتية والاستعمار ونتائج حرب ثماني سنوات مع بقايا الملكية، ومن ورائهم أسرة آل سعود والحلف الرجعي والاستعماري العالمي. قد فجر رغم كل ذلك ثورة تنموية تاريخية بعد انتصاره للثورة والجمهورية من خلال تجربة العمل التعاوني في سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، بإنجازه لأكثر من 40% من خطط التنمية وقتها بالعمل التعاوني الشعبي غير الرسمي. فقض على العزلة الداخلية بين المناطق لأول مرة في تاريخ اليمن بشق أكثر من 50,000 كيلومتر من الطرق الفرعية في عمق أعماق الريف اليمني وأشد مناطقه وعورة وعزلة، وبناء وتشغيل مئات وآلاف المدارس ومشاريع المياه النقية والكهرباء والوحدات والمستوصفات الصحية، وأن أكبر ثلاث مدن في شمال الوطن قبل الوحدة أولها العاصمة صنعاء وتعز والحديدة لم تعرف مشاريع إمداد المياه الصحية إلى المنازل إلا بالعمل التعاوني النبيل. قبح السياسة دمر هذه التجربة عمدا وانتقاما واستئصالا لحسن سمعة وسيرة شخص اسمه إبراهيم الحمدي، بعد أن ولغوا دمه بمسخ التجربة إلى مجالس تطوير تعاونية بالتعيين السياسي غير المباشر والأمني المباشر، وإشاعة أن هيئات التعاون الأهلي السابقة قد كانت مقدمة للنظام الشيوعي، ثم مسخ المجالس وتحويلها إلى هبات ومكافآت شخصية للفاسدين والمفسدين قبل وبعد الوحدة. فضاع التعاون وضاعت الوحدة، وضاع الجمل والجمال.
قال سكان محليون إن المئات من السيارات القادمة من المحافظات الشمالية عالقة بنقطة الحزام الأمني في نقطة الزيتون في محافظة لحج أمام مصنع الإسمنت. وعنوان موقع يمن مونيتور الذي أورد الخبر: ممنوع العبور، مئات الأسر الشمالية عالقة في لحج وبندغر يظهر بثوب الواعظين. أفادت المصادر أن التوجيهات أصدرها مختار النوبي قائد الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وأثارت الإجراءات الجديدة موجة غضب في أوساط العشرات من النشطاء اليمنيين، مؤكدين أن تلك الممارسات فضيحة جديدة للحزام الأمني والنخب المتفرعة منه. يضيف الموقع: لم تبادر الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات حازمة بمعاقبة النقاط الأمنية التي تسببت في منع الأسر الشمالية من الدخول إلى عاصمة بلادهم المؤقتة عدن. أما عن موقف رئيس الوزراء فيقول يمن مونيتور أنه ظهر في لباس الواعظ معتبرا تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى ومنع الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن عملا محرما وليس من القانون في شيء، وطالب الجميع القيام بواجبهم كل من موقع مسؤوليته، داعيا النقاط الأمنية أينما وجدت الانصياع للقانون، وتابع: أفسحوا طريقهم وسهلوا واحموا دخولهم للعاصمة المؤقتة عدن عاصمة اليمن، مؤكدا أن للمواطن اليمني حرمته وحقوقه، فلا تنتهكوا حرماته ولا تعتدوا على حقوقه. ما الذي يستفيده الذين منعوا النساء والأطفال والأسر النازحة من دخول عدن؟ ما هو المبرر للقيام بعمل مشين مثل ذلك؟ هكذا بدأ محمد جميح مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: المسألة لا علاقة لها بالجوانب الأمنية، والتعلل بوجود مقاتلين يتبعون نائب الرئيس مندسين ضمن هذه الأسر أمر يدعو للسخرية ولا يحتاج أصلا إلى مرافعات لدحضه. أما التخوف من تسلل الحوثيين فهو الآخر عذر أقبح من الذنب. الإجراءات التي تقوم بها بعض النقاط الأمنية الخاضعة لسيطرة الحزام الأمني معيبة، يجب أن يرتفع الصوت للمطالبة بضرورة تقيد تلك النقاط بالقانون. هناك أسر أهينت، هناك كلمات نابية سمعتها النساء، هناك تصرفات روعت الأطفال قام بها القائمون على تلك النقاط. لا يستطيع أحد إنكار تلك الممارسات التي تحدث بشكل يومي، وكلما شك المسافرون إلى الجنود يقولون إنها أوامر قيادة الحزام الأمني. هل ما يجري يشبه الإجراءات التي تمت قبل تفجر الوضع في عدن يوم 28 من يناير الماضي؟ هل ينوي الذين لا يرغبون بوجود هادي في عدن أن يفجروا الموقف من جديد؟ هل الدعاية التي انتشرت أمس بأن نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر وصل إلى عدن جاءت لصب الزيت على النار؟ هل لما يجري في عدن علاقة بمعارك الحديدة؟ وهل هناك من يسعى لإشغال عدن بنفسها حتى لا تواصل دعمها لتحرير الحديدة وصنعاء؟ نعود لنقول إن استهداف الأسر القادمة من الحديدة ومن المحافظات الشمالية إلى عدن لم يعد حالات فردية أو أحداثاً معزولة، بل أصبح الأمر ظاهرة واضحة لا يجوز السكوت عليها. يقول الأكاديمي عبد الرقيب الدبعي في حديثه للموقع بوست: اليمنيون في وضع سيء للغاية من جميع النواحي، فالحرب وبقاؤها طويلة أضرت بالجميع، ورغم هذا إلا أن هناك إصرارا مجتمعيا على مواجهة هذه التحديات. يفيد: لاحظنا وتفاجأنا حين فتحت كلية الطب أبوابها هذا العام لاستقبال الطلاب الجدد أن الإقبال بالآلاف، وهذا انعكاس لمدى تمسك اليمنيين بالحياة والتعليم وتمسكهم بالمستقبل مهما كانت العوائق، إضافة إلى أن الأكاديميين مستمرون في مزاولة التدريس واحترامهم ووفائهم للعملية التعليمية دون أن يستلموا رواتبهم لكي لا تدمر حياة الطلاب. لكن تواجه العملية التعليمية خطرا يكشفه أحد الصحفيين للموقع، حيث قال: هناك كارثة حقيقية على التعليم الجامعي التخصصي مثل الطب والهندسة، لأن جماعة الحوثي تقدم سنويا قائمة بأسماء طلاب مشاركين معها في جبهات القتال وتريد إدراجهم كطلاب في العملية التعليمية. أضاف: التقيت أحد الأشخاص قبل أيام وسألني عن طريقة التنسيق ليكمل إجراءات تسجيل شقيقه
الغائب الموجود بجبهات الحرب ويريد إلحاقه في كلية الطب. يقول الموقع بوست إن الظروف الاقتصادية تقف على رأس العوامل التي عملت على تراجع العملية التعليمية في اليمن، واضطرت آلافا من الطلاب على عدم المواصلة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية وكذا الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع فيها من صحيفة لوبوار الفرنسية. أكثر من 50 قتيلا في يومين، الحوثيون يعززون قوتهم في الحديدة. قالت مصادر عسكرية ومستشفيات وشهود أن أكثر من 50 شخصا بينهم مدنيون قتلوا خلال يومين من قصف جنوب بلدة الحديدة في غرب اليمن، حيث عزز المتمردون مواقعهم الدفاعية. وقال شهود إن المتمردين الحوثيين حفروا عشرات الخنادق في المدينة لاستخدامها في هجوم القوات الموالية للحكومة، كما قاموا بتأسيس مواقع دفاعية عن طريق سد الطرق بالكتل والحاويات الخرسانية. تقول الصحيفة في ترجمة خاصة لقناة بلقيس، يستمر المتمردون في إرسال تعزيزات، وهو ما تقوم به أيضا القوات الموالية للحكومة وفقا لمصادر عسكرية، وذلك بفضل انخفاض حدة المعارك حول الحديدة. تضيف الصحيفة، هذه الاستعدادات العسكرية سبقت عودة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى صنعاء، حيث يأمل في تأمين اتفاقية للمتمردين لإنقاذ مدينة الحديدة ومينائها، وهو أمر ضروري للاستيراد الغذائي وإيصال المساعدات الإنسانية. ولكن من أين أتت هذه الخرسانات التي تختبئ خلفها ميليشيات الحوثي في الحديدة؟ تقول صحيفة لوكو الفرنسية أن المتمردين الحوثيين بدأوا الاستعدادات في الحديدة على افتراض قيام القوات الموالية للحكومة بالهجوم على هذه المدينة الاستراتيجية غرب اليمن. تضيف الصحيفة، لقد حفروا عشرات الخنادق في الشوارع الرئيسية للمدينة، ووضعوا كتلا من الخرسانة في أماكن أخرى، وسدوا شوارع أخرى بالحاويات. الشهادات التي تم تسجيلها بالهواتف من قبل العديد من سكان هذه المدينة المستهدفة من قبل هجوم القوات الموالية للحكومة، قال أحد السكان الذين تمت مقابلتهم أنه من الواضح أن الكتل الخرسانية قد جلبت من صنعاء على بعد 150 كيلومترا، حيث يتم استخدامها لحماية السفارات المهجورة من قبل الدبلوماسيين منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية في عام 2014. وزعم آخر أن الحاويات كانت تستخدم لسد الشوارع، وقد شوهدت استعدادات عسكرية مماثلة على الطرق التي تربط الحديدة بالمدن الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون. سافرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف هنريتا فور إلى اليمن، وشاهدت الحرب وما يمكنها أن تفعل. وحين عادت إلى جنيف أخذت تتحدث عن ما رأت، وقد نقلت عنها صحيفة لوفي غاغو الفرنسية قولها: شاهدت ما يمكن أن تفعله الحرب بالأطفال، 3 سنوات فقط من حرب مكثفة بعد عقود من التخلف واللامبالاة من بقية العالم. وبعد أن سردت أعداد الضحايا من الأطفال الذين تجاوز عددهم 2200 لقوا حتفهم بالحرب، قالت: هذه مجرد أرقام تمكنا من التحقق منها، ويمكن أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، مضيفة أنه لا يوجد مبرر لسفك الدماء هذا. كما تحدثت المسؤولة الأممية عن ملايين الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة في اليمن، وأن العديد منهم قد أجبروا على حمل السلاح، آخرين لا يزالون يعانون من الجوع ويموتون من أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا. من الأسئلة التي أقضت مضجعي حينما تحركت شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط تنتفض ضد أوضاعها الاجتماعية والسياسية المحتقنة، ما العمل بعدها؟ هل تكفي إزاحة حاكم واستبداله بآخر كي تستقيم الأمور؟ وهل باستبداله تذوي منظومة وتمحى ثقافة؟ تفرز الاستكانة والظلم والاستبداد؟ بهذه الأسئلة افتتح حسن أريد مقاله في القدس العربي مضيفا في أجزاء منه: الاستبداد لا يقوم ولا يستفحل إلا لأن هناك أرضية تسمح له بالبروز، أو مثل ما قال لابويسي: إن الذي يدفع إلى الاستبداد هو شعور الخوف لدى الشعوب والنزوع للكسل وسعيها إلى البحث عن حام أو وصي.
وبتعبير آخر هي لن تتخلص من الاستبداد ما لم تبرأ من الأسباب الدافعة إليه وهما الخوف والاستكانة. في سياق ما بعد 67 ظل الفكر في العالم العربي متأرجحا بين الدعوة للعودة إلى التراث وهو ما كان يجليه شعار الإسلام هو الحل وبين القطع معه تماما، ظل موزعا بين هذه الثنائية أو القطبية، ولم يظهر ما قد يطابق الثورة الثقافية الصينية، أي التوفيق الإيجابي لوضعين، بناء الجديد انطلاقا من القديم. العبرة بالنتيجة، الصين نجحت، وليس هناك تجربة ناجحة في العالم العربي زاوجت بين معانقة العصر أو التحديد، انطلاقا من الذات، أو بناء الجديد بالمواد المتاحة التي تصقل وتعاد، وهو الأمر الذي يفترض صياغة تصور من دونه لن يكون هناك طموح جماعي ولا تعبئة جماعية. لا يمكن للشعوب أن تعبأ في غياب طموح جماعي وقيادات تحمل هذا الطموح وتجسده، ولا يمكن أن تقوم تعبئة جماعية في ظل فوارق صارخة بين الفئات الاجتماعية. ولعل ما يعبر عن ذلك ما قاله متظاهر في ميدان التحرير في عز الربيع العربي لقناة CNN: أشعر الآن بأنني مصري. استعاد شعوره بالانتماء حينما استحثه طموح جماعي، حينما رأى جموعا من مختلف الأطياف منصهرة، وكان قبلها ينوء تحت أوضاع اجتماعية أجهزت على كل انتماء وكل طموح جماعي. ثورة البن اليمني عنوان اختارته صحيفة العرب الجديد، فالبن اليمني ارتبط ارتباطا وثيقا باليمن وحضارته، ويعرف عالميا باسم موكا كافي أو قهوة الموكا، نسبة إلى ميناء المخا الذي كان قاعدة لتصدير البن إلى العالم. الآن زراعة هذا المحصول الذهبي أخذت بالتراجع على مدى السنوات السابقة لجملة من الأسباب، أهمها انعدام أو قلة الدعم الحكومي لمزارعي البن، وهذا ما جعلهم لا يستطيعون مجابهة تكاليف زراعته ورعايته والاهتمام به حتى نضوجه ومن ثم تصديره. حينها بدأ الكثير منهم بالتخلي عن هذا الكنز ولجأوا إلى استبداله بزراعة القات ذا المردود السريع والربح الكبير، وهذا كله قام على حساب بقاء البن. عام 2017 من وسط الحرب برز للنور مشروع للبن اليمني، أو كما يطلق عليه ثورة البن اليمني. صاحب هذا المشروع هو شاب ثلاثيني من العمر من محافظة تعز، ثلاثيني العمر من محافظة تعز، عاش حياته في بريطانيا، واسمه فارس الشيباني. قهوة القمة هذا اسم المشروع، ويعتبر أكبر مشروع لتجفيف البن في اليمن، فهو مكون من 400 طاولة لتجفيف البن ومن ثم تصديره. لجميع مستخدمي بريد الجيميل، البي بي سي تعنون طرف ثالث يقرأ رسائل بريد الجيميل، حيث أقرت شركة جوجل صاحبة خدمة بريد الجيميل بأن المراسلات الإلكترونية الخاصة التي يرسلها ويستقبلها مستخدمو الجيميل يقرأها في بعض الأحيان مطورو برامج تتابع البي بي سي. غالبا ما يعطى الأشخاص الذين يربطون حساباتهم يربطون حساباتهم مع تطبيقات طرف ثالث تصريحا بغير قصد لمطوري برامج خارجيين بقراءة رسائلهم. وصرحت إحدى الشركات لصحيفة وول ستريت جورنال بأن تلك الممارسة شائعة وأنها سر قذر. وأشارت شركة جوجل إلى أن تلك الممارسة لا تتعارض مع سياساتها، وقال أحد الخبراء الأمنيين أنه من المدهش أن تسمح جوجل بذلك في خدمة بريد الجيميل الأوسع انتشارا في العالم، ويشترك فيها حوالي 1.4 مليار مستخدم. كشف قائد منتخب نيجيريا أنه خاض مباراة الأرجنتين الحاسمة وهو غير مستعد بعدما خطفت عصابة والده في موطنه مطالبة إياه بدفع فدية أو قتله، وكانت نيجيريا في طريقها إلى الدور الثاني حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو هدفا قاتلا أهل بلاده لمواجهة فرنسا. وقال اللاعب المخضرم: تلقيت اتصالا من نيجيريا وكان على الطرف الآخر زعيم العصابة وطلبوا مني دفع فدية لإنقاذ والدي بعدما أنزلوه من السيارة عنوة وهو في طريقه لحضور جنازة قريب، وهددوني بأنهم سيطلقون النار علي
إذا أخبرت الشرطة. متابعا حديثة، كنت أعاني كثيرا ولم أرد إخبار المدرب أو أحد الزملاء حتى لا أتسبب في التشويش على الفريق في مباراة مهمة كهذه. الحقيقة أنني كنت مضطربا عاطفيا ولكني اتخذت قراري باللعب. وقالت الشرطة أن والد أوباميكيل اختطف في 29 يونيو على أيدي مسلحين طالبوا بفدية قدرها 10 ملايين نيرة، لكن الشرطة أنقذته وسائقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين في إحدى الغابات. موقع شبكة البي بي سي عرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة حول العالم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعوا وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.